يا الفهد فهد ما يعني ما فقط كات بهذه الحلقة راح تعرف شلون الشيخ فهد الأحمد ألغى هدف في كأس العالم سنة 1982 ومقابلة مع حكم المباراة السوبر بعد 41 سنة لأول مرة بعد بحث عميق قدم لك هذه الحلقة. يلا نبدأ. ولا حسنا أخبرني الآن في رأيك لماذا منتخب دولة الكويت لم يشارك في كأس العالم؟ أنا قايلها من قبل إحنا ما رد العروس الكمبرس ما رد عليهم فلما تشوفون يتجاهل أحد عفون هذا كمبرس عفون هذا كمبرس عفون هذا كمبرس قال ان بعض الحكام يشعرون بالرعب عند مشاهدة فهد الأحمد. صدقني ما في حد ما ورا ظهر بت المحاولة سامعك يعطيك العافية. ما عليك يا مرضي في مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. تمام، تذكرون حلقة المصارعة اللي اعتدى فيها على مذيع كويتي؟ بهذه الحلقة وانا ابحث لقيت شيء وايد شدني، وتحديدا في قالب الرياضة الكويتية، وتعرفون اذا انا بقول اي موضوع لازم ابلش فيه من الاساس، اللي اتطرقت فيه على حادثة كأس العالم وتأهل منتخب الكويت الى اخره من معلومات. ولو تذكرون بعد ركزت على حادثة نزول الشهيد فهد الأحمد الى الملعب، كان الاستغراب يسيطر علي الامانة ان هالشيء هذا شلون صار؟ واكيد تغرم منتخب الكويت وقتها، فرحت وسويت بحث عن كأس العالم سنة 1982 وسألت كل اللي حولي عن هذه الحادثة بالذات، فنوعا ما كانت أقوالهم متضاربة، اللي يقول لي الرفع علم إسرائيل وشهيد فهد الأحمد نزل محتج على هذا الشيء، واللي يقول لي أن السبب نزوله هو الاحتجاج على هدف معين، وأنه كان يقط اللوم على الحكم ما أعرف إيش، وايد أسباب، ولكن بعد البحث عرفت السالفة كلها. اسمع اللي صار. كان منتخب الكويت لكرة القدم بالثمانينات من أقوى المنتخبات بالعالم، وأخذ كأس آسيا سنة 1980، وهذا الشيء خلاه يتأهل لمونديال إسبانيا اللي هو كأس العالم سنة 1982. كانت صدمة لكل العرب إن أول مرة منتخب خليجي يتأهل، وتأهل معاه بنفس الوقت منتخب الجزائر حق كأس العالم. حتى إن الغرب كانوا وايد يستهزئون بالموضوع وما كانوا متقبلينه وحابينه، كانوا بالصحافة وبالملاعب يحطون لافتات ويكتبون يكتبون كلام عودوا إلى دياركم وإلى الجمال والبادية وأنتم أهل الصحراء إلى آخر من هذا الكلام، كنوع من الضغط النفسي على اللاعبين والمنتخبات العربية. رغم هذا منتخب الكويت كان جدا قوي، ما كان يتأثر باللوحات والكلام اللي كانوا يقولونه ويحطونه بالملاعب. بس خلوني أبسطها لكم أكثر. اللعب بكأس العالم يكون عن طريق القرعة والسحب بين المنتخبات اللي مشاركة، وكانت قرعة منتخب الكويت بأقوى منتخبات مشاركة آنذاك، وهم تشيكوسلوفاكيا فرنسا وإنجلترا. أول مباراة لعبوها 17 يونيو 82 اللي كانت تشيكوسلوفاكيا، وتعادلنا معاهم 1-1. كانوا متوقعين ان منتخب الكويت بالتصفيات يطلع على طول من أول مباراة، وما كانوا حاسبين لأي حساب من هذه الناحية انه هو منتخب قوي وعنده امكانيات. عموما لما جت المباراة الثانية وهي الأخطر نوعا ما، ولا مو نوعا ما، هي الأخطر فعلا، اللي كانت تاريخ 21 يونيو 1982 بين الكويت وفرنسا. 1982 بين الكويت وفرنسا. هذه كانت أشهر مباراة يدخلها المنتخب الكويتي، وكذلك ضيفوا عليها أشهر مباراة بكأس العالم. راح أقول لكم كل شيء بالتفاصيل. بالبداية منتخب الكويت كانوا شوي متوترين لأنه كان في لاعب منتخب فرنسا اسمه بلاتيني، وهذا كان الخوف كله منه لأنه يعتبر آنذاك معجزة المنتخب الفرنسي. تدرون شلون؟ خلوني أقول لكم إياها بطريقة أسرع كفويس أوفر. اسمع اللي صار. تمام، خلوني اقول لكم اياها بطريقه اسرع شوي. نزل المنتخب الكويتي والفرنسي، والشهيد فهد الاحمد صعد المدرج وقعد، وكانت الاعصاب جدا مشدوده بشكل جدا مخيف، والمحللين كانوا متوقعين النتيجه مو اقل من 7-0 لصالح المنتخب الفرنسي من كثر ما كان المنتخب قوي والخوف كله من اللاعب بلاتيني. يابوا علينا 3 أهداف وما زال المنتخب الكويت متماسك. لما يابوا الجول الرابع هني حارس منتخب الكويت رفع ايده احتد وطالع الشيخ فهد الاحمد. كان يقوم الشهيد فهد الاحمد من المدرج وينزل حق اللاعبين ويامرهم بحركة انهم لازم يطلعون من الملعب، وتوقفت المباراه لاكثر من 5 دقائق، وكان متجه بشكل مباشر الحكم اوكراني ستوبار. هنا تدخل الشيخ فهد الاحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم ليتدخل في الاجواء التي توترت على ارضيه الملعب. نزل الى ارضيه الملعب وتحدث مع طاقم الحكام وتحدث مع اللاعبين، وبعد حوار بين الحكم ومساعده تقرر الغاء الهدف الفرنسي، وهو أمر أثار احتجاج المدرب ميشيل هيدالغو.
ولكن الشيخ فهد الأحمد تمكن من استيعاب الموقف والعودة إلى مكانه. بمجرد ما نحط عينه بعين الشهيد فهد الأحمد إلا هو لاغي الجول الرابع اللي كان المفروض المنتخب الفرنسي، والسبب لأن لاعبين منتخب الكويت والحارس وقفوا لأنهم سمعوا صفارة نفس صفارة الحكم، وقفوا عبالهم تسلل أو شيء كذي. ولكن بعد إلغاء الهدف في دقائق جابوا فرنسا الجول الرابع مرة ثانية، وقبل لا تنتهي المباراة بأقل من ربع ساعة اللاعب الكويتي عبد الله البلوشي جاب جول صالح منتخب الكويت، وانتهت المباراة والنتيجة كانت 4-1 وفازت فرنسا، وتم توقيف الحكم مدى الحياة. الحين صار هدفي بشكل أول، الحكم هذا وينه؟ وتهجون أقدر أطلع الحكم ولا لا؟ خلونا نكمل. بس لحظة، هني أنا رحت وفتحت كل الجرايد والكتب والمواقع أبي أوصل للحكم الأوكراني هذا اللي نزل الشهيد فهد الأحمد، وللأمانة ما لقيت أي معلومة. فرحت وقعدت مع الفريق قلت لهم لازم نطلع يعني هذا الإنسان أكيد موجود، لأني قريت بأحد الصحف إنه هو الحين عايش. فاتفقنا إن نوزع عدد الصحفيين الرياضيين الأوكرانيين وكل واحد يراسلهم بطريقته، يمكن أحد يوصلنا لهم. والموضوع أخذ وقت وايد طويل لأن بنسبة 99% ما كانوا يردون على إيميلاتنا، وإذا ردوا على الإيميل كانوا يقولون إنهم ما عندهم أي معلومة عن الحكم الأوكراني. الفريق هني فقد الأمل، كان يقولون خلوها علي أنا راح أتصرف. رحت وترجمت معظم الصحف الأوكرانية اللي مهتمة بالرياضة، طلعت منهم 120 شخص يعني مهتمين مو صحفيين، ومن بين هذا العدد كله بس واحد اللي رد علي، وما توقعت اصلا انه بيرد، وتوقعت ان انا اكنسل الحلقه من اساسها. وفعلا اعطاني رقمه واعطاني معلومات كثيره عنه وعن المدينه اللي ساكن فيها باوكرانيا. ما ترددت لحظه واحده اني ما ادق عليه على طول. اول ما دقيت ورد احاول اني اكلمه انجليزي، ولا طلع انه ما يعرف انجليزي. اوكي ما استسلمت وقلت انا اللي راح اروح له، ما يعرف انجليزي مو مشكله، انا جاي لك اوكرانيا. ورحت ودزيت ايميل حق احد المكاتب السفريات اللي باوكرانيا، قلت لهم ان انا عربي ابي اي واحتاج ان مترجم يترجم من اللغه الاوكرانيه الى العربيه، وانه يرافقني لمده محدوده. وردوا علي بنفس الوقت بس اعطوني سعر نوعا ما تعجيزي. وافقت، بس لما جيت ابي احجز طيران ما لقيت ولا طيران يوصلني لاوكرانيا من الكويت. قلت انزين اوكي خلاص، قعدت تتسكر بوجهي. رحت ادور طريقه ثانيه ان انزل ترانزيت بلد ومن هالبلد يوديني اوكرانيا، همن ما قدرت. واثناء طريقه بحثي للموضوع وصلني ايميل من السفاره الكويتيه باوكرانيا، وما ننصحك تروح واخذ الحيطة والحذر ومعرف ايش. ما توقعت ان الحرص يوصل لها الدرجة، وراح احط لكم الايميل. كان اقول ما اكون لا اروح وقابل اللاعب الكويتي اللي ياب جول بالمباراة، وهو عبدالله البلوش اللي ياب جول على منتخب فرنسا. المهم اني اتصلت فيه، قمت اقول له عمي انا بقابلك وانا حسين الفلشاوي كذا كذا كذا. كان يقول يبا انا معتزل وما اخذ عهد اني ما اطلع بالاعلام، ويعني بيني وبينك قاعد يقول لي انت من وين جبت رقمي اصلا؟ هو معتزل من الثمانينات. حاولت اني اتخلى من كذا سكة عن طريق العلاقات الاجتماعية، يعني بين بينك واسطة، حتى كذي ما نفع. الموضوع تسكر بي وكانت الإجابة الرفض، وهو حر بالنهاية يعني هذا اختيار انه هو معتزل. وهني هديت كل اللي بيدي، يعني نوعا ما فقدت الامل وحسيت باحباط مو طبيعي. راح قعدت بروحي لفترة وقمت احط اسباب واسئلة ليش قاعد يصير معاي كذي، خصوصا على هالموضوع. كان اقول مدام انا وصلت حق الحكم ليش ما ادور مترجم بالكويت من احدى المعاهد يكون يعرف لغة اوكرانية، ويكون اللقاء عن طريق سكايب وهو يترجم الحوار بيني وبينه. تخيلوا ان افتريت الكويت كلها على كل المعاهد للترجمة، ما لقيت ولا ما حد يترجم لغة أوكرانية. وهني قلت ما كل حل واحد، يا أنا يا الحكم. كان أروح وأدق على السفارة الأوكرانية بالكويت وفهمت الموظف إيبان وقلت له الموضوع أن أنا بقابل حكم وما أعرف إيش، وكان يتكلم فصحى. قلت الحمد لله أنا في حد يفهمني. كان يقول لي خلاص أنا راح أترجم لك هذه المقابلة واعتبر الموضوع أنه خلاص خالص كدعم ومشاركة من السفارة الأوكرانية بالكويت أن تساعدك كباحث وترجم لك الحلقة هذه. أهلا وسهلا بكم ولزملائكم، وإذا تمكنت من المساعدة فأنا جاهز أن أقدمكم كل مساعدة للتواصل مع الأوكرانيين، يعني حسب إمكانياتي سأحاول المساعدة. وأهلا وسهلا بكم، شكرا. والحين لأول مرة حسين الفلشاوي اللي هو حسين يفكر اللي هو أنا، قدرت أني أنا أرجع الحكم الأوكراني بعد غياب أكثر من 40 سنة عن الإعلام. وسامحوني بالمقابلة لأني كنت شوي متوتر، شوفوها. أرحب فيك وأقول لك أن هل أنا أول شخص كويتي يقابلك بعد 40 عام من حادثة كأس العالم؟
نعم، أنا أجريت العديد من اللقاءات الصحفية من كل دول العالم، أمريكا وفرنسا وأوكرانيا والكثير، ولكن لأول مرة أتحدث مع إعلامي كويتي وأعمل معه مقابلة ولقاء مسجل من دولة الكويت الصديقة. هل تذكر الشهيد فهد الأحمد، الشيخ فهد الأحمد الذي نزل الملعب وألغى الجول بين منتخب الكويت وفرنسا؟ نعم نعم، لا يمكنني أن أنسى شيخ فهد الأحمد. وفيما يخص هذا الموضوع، يعد الأغرب منه نوعه وشائك جدا، وأنا كنت شاهد لكل ما حصل في ذلك الوقت في الملعب، والشيخ فهد الأحمد هو نزل من على المدرج ولكنه لم يدخل الملعب. نعم نعم، إنه اقترب إلى الخط الأبيض وكان هناك العديد من الأمن والحراس ليمنعوا أي شخص للدخول في ذلك اللحظة. وفهد الأحمد كان يتحدث أولا مع لاعبين المنتخب الكويتي ويطلب منهم الانسحاب إثر اللبس الذي حصل من قبل الجمهور والصافرة. الشيخ فهد الأحمد ذكر في أحد اللقاءات بأنه لم يتحدث إليك، مجرد ما أنه نظر إليك وصعد المدرج. نعم هذا صحيح 100%، وهذا ما كنت أقوله الآن وأكرره دائما، بأني لم أتحدث مع شيخ فهد الأحمد، وإنما اقترب من خط الملعب وتجمعوا حينها العديد من الصحفيين والإعلاميين الرياضيين، وكان المحور العام في قالب نقل معلومة غير صحيحة، فكثرت الشائعات في الصحف والنقل المباشر والمراسلين، وفي هذا المحور شعرت بالحزن كثيرا على مقتله من قبل العراقيين بعد 8 سنوات، وكانت صدمة بالنسبة لي. لو يعود الزمان 40 سنة إلى هذه اللحظة، هل تلغي الهدف أم لا؟ أكثر من 40 سنة أنت تتحدث الآن، نحن في 2022. على كل حال، في عام 1982 وتحديدا في كأس العالم في أسبانيا، ولكي أحدد إجابتي على السؤال فالفيفا أنذاك، لم تكن هناك قاعدة ثابتة وواضحة تحسم الأمر وتحسم الهدف، فكان علي أن أتخذ قرارا خلال 6 دقائق فقط، وكان الأمر بين توتر اللاعبين وتدخل المدربين. ولكن عليك أن تعرف أمرا مهما، الفيفا كانت قد سجلت الهدف في مرمى منتخب الكويت، ولكن هذا الهدف بعد صافرة من الجمهور توقف لاعبين المنتخب الكويتي ونزل فهد الأحمد، وكأن اللحظة الحاسمة تقتادني لقوة قاهرة كي أتماسك وأعلن القرار ب6 دقائق. ولا تنسى بأن العالم بأكمله يشاهدك وينتظر قرارك، وأنا على يقين تام بأن ما قمت به كان على صواب. وبعد مرور 24 عام من الحادثة، وتحديدا في عام 2006، طبعت الفيفا كتاب يخصص قواعد معينة جديدة، وذكرت هذه الحادثة وهي مباراة الكويت وفرنسا. والآن كل الحكام بشكل عام أصبح لديهم إمكانية تسمى كرة الحكم، وبما معناه أن الحكم يقرر مصير الأفعال ويكون هو سيد قرار الملعب، تسجيل هدف أو عدم احتسابه وإلغائه. وأكرر ما قلت بأن سنة 1982 لم تكن هذه القاعدة واضحة، ولهذا السبب حدث هذا اللبس. ما هو شعورك وأنت تدخل التاريخ وأنت أول شخص يلغي هدف في كأس العالم؟ تتحدث معي عن شعور فات أوانه، ولكن بصراحة كان شعوري بحالة كبيرة من القلق، لكوني بذاك الزمن لم أعمل وفقا لقواعد الكرة المتعارف عليها، وكان القلق والتوتر الأكثر تأثيرا على مستقبلي المهني والوظيفي في التحكيم، لأنه كان سقف طموحي عالي جدا وشغف يراودني بكل لحظة، وقراري هذا لم يؤثر على نتيجة المباراة، بل عادت النتيجة كما كانت وهي 4 أهداف لصالح المنتخب الفرنسي. وهناك أمرا هاما لا يمكنني أن أكون حاسما فيه، وهو التصفير من قبل الجمهور. لا أستطيع أن أقول بأنه مقصودا، بل ربما صدفة لا أكثر. لو كنت على حق، لما تم توقيفك مدى الحياة من التحكيم بعد هذه المباراة حسب ما نشر في الصحف العربية؟ بالطبع هذا غير صحيح، لم يتم توقيفي مدى الحياة عن التحكيم، ولكن تم إيقافي من التحكيم في أسبانيا أنذاك، ولم أتمكن من التحكيم في مستوى أعلى. هذا صحيح، والحقيقة أني
وصلت عملي كحكم حتى عام 1991، ولا أخفيك علما هذا القرار أثر على شعوري وجعلني في حالة نفسية سيئة نوعا ما في مجال التحكيم، ولكن في نظرتي الخاصة أشعر بأنني حصلت على إنجازات كثيرة ووصلت العمل ولم أتوقف حتى أن بلغت 50 عاما من عمري، وأنا أشعر حاليا براحة تامة مما مضى من أحداث ومواقف. L'episodio più strano e polemico del mondiale spagnolo, lo dell'arbitro sovietico, ma evidentemente dal fischietto di uno spettatore sugli spalti. L'arbitro sovietico Stupar comportò una lunga interruzione del gioco. Dalla tribuna scese in campo persino lo sceicco Fahd Ahmad, presidente della Federazione del Kuwait. نعم نعم، لا يمكنني أن أنسى. وهناك أمرا هاما أيضا لم أخبره لأحد من قبل فيما يخص هذا اليوم، وهو يوم المباراة بين الكويت وفرنسا. في الفترة الصباحية غالبا نحن كحكام نأخذ قسطا من الراحة وننام كي نكون بمزاج جيد وقت التحكيم، وأثناء نومي رأيت حلما وكان سلبي جدا، وهي مرآة مغطاة بقماش لونه أسود، وحسب تحليلي وتفسير لهذا الحلم كان معناه أن هناك شيء سيء سيحصل اليوم. حتى أثناء دخولي الملعب كنت محضر نفسيا بأن هناك شيء سلبي ينتظرني بذلك الوقت، وحصل ما حصل. الشهيد فهد الأحمد، الشيخ فهد الأحمد، ذكر بأن الفيفا عبارة عن مافيا وكان يعلم نتيجة المباراة قبل أن تبدأ، ما رأيك في هذا الشيء؟ حسنا، فهمت القصد من هذا السؤال، ولكن عليك أن تعرف أن هناك مجالا واسعا للتوقعات، فبالغالب تكون هناك عقوبات شديدة لأي فريقين يكونان متفقين على خطة معينة قبل أن تبدأ المباراة. أما بخصوص هذه المباراة بالضبط وهي كويت وفرنسا من سنة 1982، أنا لا أرى أساسا لها من حيث المبدأ، وأنا أول مرة أعلم بأن هناك اتفاق. لا أعلم بأي شيء، ففي ذلك الزمن لم يكن هناك أي اتفاق أو ما شابه ذلك. ربما كان هناك اتفاق، ولكنني تأكد 100% بأنني لم أعلم به إطلاقا حتى هذه اللحظة. فالمسألة مجرد تخمين لا أكثر، ولا أحد بإمكانه أن يعلم الغيب. وإذا تسمح لي سيد حسين أن أسألك سؤالا، لماذا سألت هذا السؤال بالتحديد؟ هل كنت تملك إجابة أو معلومات تثبت بأن المباراة كان متفق عليها؟ أخبرني. ذكر الشيخ فهد الأحمد في لقاء بعد المباراة ب3-4 سنوات، المباراة كانت تقام كالمؤامرة السياسية، وختم في هذا الشيء. مهلا، المنتخب والفريق الكويتي لا أعتبره أبدا أنه فريق ابتدائي أبدا، فكان يملك مقومات كبيرة وقوية ومتقدمة قريبة من الاحتراف. وأنا أتذكر حتى هذه اللحظة سنة 1980 عندما لعب المنتخب الكويتي مع المنتخب تشيكوسلوفاكيا وخسر ظلما من الحكم بنجامين دومو، وهو من دولة غانا، لأنه كان خاطئ بالتحكيم ب100 متر، وهذا مثير للشك. على أي حال فهو توفي سنة 2013 ولا نعلم حقيقة الظن بهذه المباراة، ولكن المنتخب الكويتي كان متمكنا جدا عندما لعب مع بريطانيا، ومتأكد جدا من احترافية الرياضيين الكويتيين. الآن أريد إجابة بنعم أو لا، هل هناك مؤامرات سياسية داخل كرة القدم؟ سيد حسين صدقني طبعا لا، أنا بال80 من عمري الآن وأنت تحدثني عن شيء قبل 41 سنة تقريبا. لا أتذكر إن كانت هناك مؤامرة سياسية على الإطلاق، فالسياسة لا دخل فيها، كأس العالم أو بطولة تجري. ولكن هناك أمرا مهما، الحكم ربما لا يعلم بالاتفاق، ولكن وارد أن يكون هناك اتفاق دون علم الحكم، وفي شروط وأساس التحكيم من يتفق على شيء يتم إخراجه أوتوماتيكيا وتوقيفه عن التحكيم. يقال أن بعض الحكام يشعرون بالرعب عند مشاهدة فهد الأحمد، هل هذا صحيح أو هل شعرت فيه؟ حسنا، سأخبرك بشيء. لكل حكم
طريقة تفاعله في مرحلة الأعصاب، وأنا على النطاق الشخصي لا أتذكر شعوري وقتها بالنسبة لنزول فهد الأحمد، فكان الملعب مزدحم ورجال الأمن في كل مكان، لكنها كانت مباراة حاسمة ومؤثرة، آلاف من الجماهير يشاهدون، كان هناك قلق ولكن ليس خوف كما ذكرت، ورؤيتي للشيخ فهد الأحمد كانت بمسافة 3 أو 4 أمتار والحرس بيننا، ولكن بعد المباراة عندما شاهدتها في التلفاز وشاهدت الصحف رأيت نظرة الشيخ فهد، وكان من الناس الذين يملكون نظرة ثاقبة وثقيلة قد تؤثر بالبعض، ولكنني لم أشعر بالرعب، وأنا أحترمه على النطاق الشخصي ولم ألتقي فيه بعد المباراة إطلاقا. السؤال الأخير، لو دعوتك لزيارة الكويت هل ستقبل بذلك؟ وكلمة أخيرة لكل المواطنين الكويتيين. أتشرف أولا، طبعا أشكرك على الدعوة ومقترح جيد وجميل، ولكن يجب علي أن أفكر فيه جيدا. من فترة قصيرة أنا كنت في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت كانت ليست بعيدة مني. على أي حال، الكويت والإمارات تعد بلدا واحدا لأنهم في الخليج العربي، وثانيا أنت تشاهد التلفاز الآن والأوضاع السياسية في أوكرانيا غير سوية، ونحن في أزمة كبيرة يجب أن نتخطاها، وبعد ذلك أفكر فعليا بالقدوم للكويت، لأن حتى وإن جئت سأكون قلقا على بلدي، فالأوضاع لا تطمئن أبدا إلا بعد الانتصار. وثالثا، أنا الآن بروفيسور في إحدى الجامعات في غرب أوكرانيا، وحتى هذه اللحظة عندما ألقي أي محاضرة لأي طلبة جدد يسألونني أولا عن حدث التحكيم وإلغاء الهدف في كأس العالم بين منتخب الكويت ومنتخب فرنسا، وهذا دليل أن الطلبة في أوكرانيا يقرؤون عن بلدكم العزيز وأحداثه على مر التاريخ. ولكن سيد حسين، قبل أن ألقي كلمتي الأخيرة، هل تسمح لي بسؤال؟ حسناً، أخبرني الآن، في رأيك لماذا منتخب دولة الكويت لم يشارك في كأس العالم في قطر؟ أنا لست الشخص المعني والمحدد لكي يجيب على هذا السؤال، لدينا لجان وأشخاص متحدثين رسميين، فأمتنع عن هذه الإجابة لأنها لست من تخصصي، وإنما أنا في الإعلام كصانع محتوى. ولو أتيت إلى الكويت بعدما تستقر الأوضاع في أوكرانيا، يعني راح أخذك إلى أشخاص مختصين للإجابة على هذا السؤال. كلمة إضافية تريد أن تقولها أم اكتفيت إلى هذا الحد؟ في الختام سيد حسين، أنا جدا سعيد وأشعر بمكانة إيجابية لأن أنت من الشباب الإعلامي الواعد، فكانت لديك طرق عديدة للبحث عني، وحتى أنك وجدتني رغم أني لم أتحدث الإنجليزية، ولكنك حاولت مرارا وتكرارا حتى وصلت لهدفك، وهذا مؤشر إيجابي لكل الكويتيين بأنهم يبحثون ويقرؤون بالتاريخ قبل 40 سنة. على النطاق الشخصي، أنا جدا فرح وأشعر بصدقك في الحوار معي، وقريبا سأقبل دعوتك للكويت، وهذا واضح على الصداقة بين البلدين والقوى المشتركة، وأنا على يقين بأن في المستقبل ستكون هناك حوارات أخرى حول كرة القدم بشكل دقيق مثل ما يجري في أوروبا أو غيرها من البطولات. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. تمام، كذي المقابلة خلصت. كانت الأسئلة جدا محدودة، اللي خذ وقت بالمقابلة وهو الترجمة، لأني أنا قاعد أتكلم بالفصحى وهو يترجم لها من الفصحى للأوكراني، فكان يعني ياخذ وقت، عشان كذي مقلل الأسئلة بشكل جدا قصير. بس أشعر بالفخر أن أنا أول كويتي قابل هذا الحكم من بعد هذه الحادثة. شكرا للسفارة الأوكرانية بالكويت، وشكرا للسكرتير إيفان اللي يعمل بالسفارة. الخلاصة واللي استفدت منه بهذه الحلقة أن ماكو شيء مستحيل، فما الله.